صعد يسوع إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة. مرة واحد كان بيقول لي أنتوا مش بتقولوا أن المسيح هو الله؟ قلت له بنقول. قال لي طب هل معقولة الله يصلي؟ لما المسيح هو الله بنقرأ كتير عندك في الإنجيل أن كان يسوع يصلي، إزاي الله يصلي؟ اللي بيسأل السؤال ده دايما بيركز على لاهوت المسيح وينسى نسوته. احنا بنقول ان المسيح كان إله كامل وفي نفس الوقت كان إنسان كامل. إنسان كامل، لما نقول إنسان، إنسان بمعنى كل الكلمة، للدرجة ان كاتب الرسالة الى العبرانيين يقول كان ينبغي ان يشبه إخوته في كل شيء ما عدا الخطية. فهو يشبه كل إنسان، إنسان بكل معنى الكلمة، إنسان كامل وإله كامل. ولما أقول إنسان كامل عشان كده كان بيجوع وكان بيعطش وكان بيتعب ويبقى عايز يرتاح شوية وينام شوية. إنسان، قصة الفداء ما كانتش تمثيلية، كان بيتألم فعلا، بيتألم والمسامير بتدق في إيديه في الجسد، والجسد بيتألم جدا وهو بيجلد يتألم ويتألم جدا. إنسان كامل، وكان النموذج اللي عايز الله يشوف الإنسان عليه. هو جاي يقول لنا مين هو الله، جاي يدفع تمن خطيتنا، لكن جاي يكون النموذج اللي عايزه الله. لكن لما نيجي للسؤال، أمال كان بيصلي ليه؟ أنا بقول تاني، كان إنسان كامل، ولأنه كان إنسان كامل وبيقدم لنا النموذج اللي عايزه الله، أقول أربع أسباب. أول حاجة، المسيح صلى عشان يعلمنا إحنا نصلي. مرات قال لنا اسهروا وصلوا، وهو مكتوب عنه قضى الليل كله في الصلاة. علمنا إن إحنا نغفر، وهو معلق على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم. على طول اللي كان بيعيشه كان بيعلمه، وده اللي بيقوله الكتاب، فصلى عشان يعلمنا أن نصلي. اتنين، صلى عشان يكمل الناموس بصلاته. شفت إنسان صالح ما يكملش الناموس؟ يهودي متمسك بالناموس ما يتمموش؟ طب يسوع قال ما جئت لأنقض بل لأتمم، ولأنه يهودي وبيتمم الناموس كان يصلي أمام الشعب علشان يكمل الناموس. كملوا إن تمت فيه النبوات، كملوا بحياته الأخلاقية الكاملة، كملوا بصلاته. ثلاثة، المسيح صلى كشفيع عن البشر، شفيع، جاي شفيع عنا. ما سمعتوش في مرة بيقول لبطرس هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم، ولكني عملت إيه؟ طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. لما تقرأ يوحنا 17 كلها الصلاة الشفاعية بيتشفع من أجلنا. أقول حاجة أخيرة، إنه صلى لأنه رئيس كهنتنا الأعظم. شفت رئيس كهنة لا يصلي؟ رئيس كهنتنا الأعظم ده اللي قال عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين في عبرانيين 4، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا، كان بيصلي كرئيس كهنتنا. عزيزي المشاهد، أنا عايز أسألك، إيه أخبار صلاتك؟ هل صليت النهاردة؟ إذا كنت عايز تتبارك وعايز تكون بركة وعايز تترك بصمة في حياتك، أدعوك إنك تعيش حياة الصلاة وتتعلم من المسيح. اليوم اللي ما تصليش فيه أنت اللي هتخسر بركة. خد القوة في أول يومك واختم يومك بقعدتك قدام الرب، والرب معك.